السلام عليكم أصدقائي، وياكم أنس. لا تنسى الصلاة على النبي. ألف مبارك فوز منتخب من العراق على منتخب فيتنام بنتيجة 3-2، وما زال أيمن حسين يثبت نفسه في المباراة. أيمن حسين نزل بالشوط الثاني، سجل هدفين وأضاع ضربة جزاء. ألف مبارك للعراق. بعدما كان منتخب من العراق متأخر بهدف في الشوط الأول، في الشوط الثاني علي جاسم صنع هدف لريبين سلاق الهدف الأول، والهدف الثاني أيضا علي جاسم صنع الهدف لأيمن حسين ضربة رأسية، هدف جميل. أيمن حسين أصبح هداف أمم آسيا بخمسة أهداف. حرامات أيمن حسين ضربة جزاء، كان سجل هاتريك في المباراة وصار 6 أهداف. منتخبنا العراقي حقق 9 نقاط من 3 مباريات. علي جاسم صنع هدفان وقدم أداء ممتاز، وأيضا يوسف الأمين سوى ضربة جزاء، وزيدان إقبال صال وجال في أرض الملعب، لكن نقطة ضعفنا هي الدفاع. اليوم زيد تحسين لم يقدم أداء جيد. برأيكم من كان أفضل لاعب في المباراة؟ اكتبونا بالتعليقات. المباراة الثانية أيمن حسين يحصل على رجل المباراة، وبرأي يوسف الأمين يأتي بعد أيمن حسين، قدم أداء ممتاز. وبدأ كأساس بالتشكيلة الأساسية لمنتخبنا العراقي. بالهجوم علي الحمادي الجناح الأيمن، منتظر ماجد الجناح الأيسر، بشار أسن صانع الألعاب، زيدان إقبال الارتكاز، أحمد علي وأسامة رشيد الظهير الأيمن، آلان محي الدين الظهير الأيسر، ميرخاس دوسكي المدافعين، ريبين سلاقة وزيد تحسين، وحارس المرمى أحمد باسل. صراحة تشكيلة ممتازة، كم تقيمونها من 10؟ أمير العماري وسعد ناطق خارج مباراة العراق وفيتنام وكانوا متواجدين على المدرجات. هذه أول مباراة رسمية للوافد الجديد منتظر ماجد 19 سنة بألوان المنتخب العراقي، بعد تخليه عن فانيلة المنتخب السويدي قبل شهرين من الآن. كم تقيمونه من 10 في مباراة اليوم؟ كل التوفيق لاعبنا العراقي منتظر ماجد. الصحفي الإنجليزي باول المتواجد في الدوحة يقول: أعجبني جدا اللاعب أمير العماري في مباراة اليابان، هذا اللاعب يذكرني باللاعب كانتي. باعتباري مشجعا لإيفرتون، أمير العماري يمكنه حجز مكان في تشكيلة إيفرتون، وبالتحديد يمكنه أن يأخذ مكان نجم الفريق عبد الله ديكوري. وكالة الأخبار الرياضية SNA ذكر الخبير بشؤون كرة القدم العراقي الأستاذ علي النعيمي عن انضمام محلل الكروي إلى الطاقم الفني للمنتخب العراقي، حيث وصل يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة المحلل الكمي كورنل لينضم إلى طاقم التدريب لمنتخبنا الوطني العراقي بتوصية من كاساس. وأضاف أن كورنل 30 عام سيباشر عمله في مباراة منتخبنا الوطني وفيتنام، وقد استلم رسميا باج البطولة، وتابع أن المحلل سيكون مسؤولا عن تفسير البيانات والأرقام الآنية التي توفرها شركة أوبتا العالمية خلال مباريات بطولة آسيا، وتقديمها بصيغة استشارات فنية إلى زميله محلل الأداء بابلو غرانديزو، من ثم نقلها إلى المدرب المساعد أليخاندرو فاريلا. كيفن يعقوب المصاب يواصل دعم منتخبنا الوطني العراق. هذه الصورة اليوم قبل مباراة العراق وفيتنام. الموهوب العراقي الموسوي ينتقل إلى نادي أستريلا داما أمادورا، الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز. بعد ما كان بدوري درجة رابعة هواة، هسه صار علي الموسوي بالدوري البرتغالي الممتاز. نادي علي الموسوي الجديد حاليا بالمركز 13 بالدوري البرتغالي، والدوري البرتغالي يتكون من 18 نادي. كل التوفيق للجناح العراقي علي الموسوي. تصريح يونس محمود يقول: أنا أحب علي الحمادي وهو يعجبني، لأن بعمره ما زعل ولا طلب اللعب أساسيا وجلس على الدكة بدون أن يصدر أي شيء منه. ودانيل السعيد لم يتواجد في بطولة آسيا الآن. يونس قال: احتمال نقعد وياه بعد بطولة آسيا ويرجع. المدافع العراقي قادم طالب المنتقل إلى نادي تورينو الإيطالي، لعب ضد أي سي ميلان في الكالتشو الإيطالي للشباب. كل التوفيق لمدافعنا العراقي قادم طالب، مقدم قناة الرياضية الأردنية. يقول: العراقيون بالغوا في فرحة الفوز على اليابان وكأنه حصلوا على كأس آسيا. يعني للتذكير قبل كم يوم خسرتوا من اليابان 6-1، لا هدف ولا هدفين، نص درزن. مو بس العراقيين فرحوا، كل الخليج والعرب فرحوا، وما حد كان متوقع العراق يفوز على اليابان. اليابان فازوا على ألمانيا وفازوا على إسبانيا. موريتانيا تحقق المفاجأة وتقصد الجزائر بعد فوزها بهدف، والمفاجأة لاعب نادي الحدود العراقي محمد يحيى دلاهي، هو من سجل الهدف وأقصى الجزائر من بطولة أمم أفريقيا بوجود رياض محرز، إضافة إلى وجود لاعب الزوراء حويبيب وكذلك كمارة، بس نزلوا شوط ثاني. طبعا الجزائر خرجت من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي برعاية عدنان درجال وحضور عربي. جلسة صلح بين الإعلاميين حيدر زكي وعلي نوري. كفو منك أبو حيدر، وش قد حكوا عليك وانتقدوك وتايل تصالحتهم.